رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. دعاء شمار هجدة دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، فرمي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فرمي أي پروردگارم سينم فراوانك كشد زور هل بقري وهروها كاركانم بآسانك وحل العقدة من لساني وهروها توزي زباني قريش تياب ولقصة كردنا أو قريسر زبان بكرة ويفقه قولي بوي فرعون لقصكاني من باشت يبقى واجعل لي وزيرا من أهلي وهروها هاوكارك بو برخصينا لأهلكي خوما أو كسكاري خوما كأويش هارون هارون أخي هارون إبراما أشدد به أزري بو أوي إتر بشتي خومي بيبا قوات بكم وأشركه في أمري لكاركاني خوما بكم الشريش خوم كي نصبحك كثيرا بو هردك من بيك وتصبحاتي تو بكين بزوري ونذكرك كثيرا واروها ذكر ويادي تو زور بكين إنك كنت بنا بصيرا. أي خواهي پروردگار تو ببناي وآقاد لا إيمة هيا يا رجائي.